اسمي مثنى محمد أسعد من سوريا. تعرفت على السيهاب من الفيسبوك. أنا تعلمت في السيهاب كتير أشياء، والآن يعني جيت على السيهاب كمان مخصوص لحتى أني أشوف أتعرف على ناس جديدة، أخذ نتبادل منهم الخبرات. أكثر شيء أنا تعلمته بصراحة اللي أنا ما كنت بعرف استخدم الآلات، ما كنت بعرف إشي عن التسويق، عن الريادة بشكل عام. كانت هاي كلام يمر علي بس ما كنت أفهم إيش معناه. إجيت على السيهاب فتعلمت هاي الأشياء. أكثر إشي تعلمته بالسيهاب اللي هو تجربة، أهم إشي إني أنا أجرب. كمان إشي ثاني اللي هو كان التفاهم بيناتنا كان كثير كبير. بنصح كل حدا عنده إبداع، عنده أفكار، أو حاب حتى إنه يقوي شخصيته إنه يجي على السيهاب. جيت على السيهاب عن طريق صاحبتي، عرفتني على السيهاب، والسيهاب مكان كثير حلو وآمن. تعلمت أشياء ما كنت بتوقع أني رح أتعلمها، مثل النجارة، هاي الأشياء والطباعة. فكرت أنه النجارة خلاص يعني بس للشباب، بس عرفت أنه أنا لا بقدر، أنا يعني مش أني بنت ما بقدر. فعملت هذا الشيء وكنت مبسوطة منه كتير. أكتر إشي تعلمته اللي هو إعادة التدوير، مثل بلاطين الجينز اللي عندي، قلت إنه خلاص يعني بس ما بدي إياهم أروح أكبهم، فهلا لا صرت أعمل منهم أشياء حلوة، ويعني إنه عن جد استفدت من هذا الإشي. بصراحة بفكر إنه بعد السيهاب أعمل مشروع صغير، إنه أنا والتيم تاعي إذا بوافقوا نصير نيجي على السيهاب نطبع تيشيرتات ونكون شراكة مع بعض. أكثر شيء تعلمته بالسيهاب إني كيف استخدم منشار الخشب. يعني تعلمنا اكثر من منشار خشب. انا عمري بحياتي ما مسكت لا خشب ولا حفرت عليه ولا نعمته ولا قصيت خشب. والشيء اللي كمان يعني استغربت فيه انه كيف الاشياء بدها مده لتتحلى، زي الاشياء اللي بنستخدمها زي البلاستيك، انه البلاستيك بده مده لتتحلى. فانا اصلا يعني صرت بحياتي نهائيا ما استخدم بلاستيك، وبلشت يعني اي شيء اشوفه اعمل له اعاده تدوير، او يعني اشوفه فرصه قدامي حتى انه اعمل له اعاده تدوير. يعني اي شيء اشوفه ممكن يفيدني ممكن انه يصير فرصه واعمله كمشروع.